بسم الله الرحمن الرحيم. تلاميذ الأعزاء، معكم الأستاذ محمد جعفر، التنمية الإعدادية طارق بن زياد، الأكاديمية الجهوية التربوية والتكوين، جهة العيون الساقية الحمراء. أقدم هذا الدرس الذي يتعلق بالتيار الكهربائي المستمر. أولا سنرى منابع التيار الكهربائي المستمر. منابع التيار الكهربائي المستمر سنتعرف عليها انطلاقا من هذا المثال. لدينا أسطوانات على الشكل التي تحمل القطب الموجب والقطب السالب. هذه المولدات قلنا بأنها هي التي تنتج تيارا مستمرا، ونعلم بأنه كل المولدات التي تحمل القطب الموجب والقطب السالب فهي تعطينا تيارا مستمرا. لذا يرمز للتيار الكهربائي المستمر إما بالعلامة تساوي أو بالحرفين دي والسي. لنتأكد من ذلك، إذن غادي نشوفوا ما نسميه ثانيا صغيرة من حد التيار الكهربائي المستمر. إذن سنستعمل من خلال هذا ما نسميه الصمامات الثنائية. الصمامات الثنائية هي من خلال هذه الصورة سنرى بعض الصمامات الثنائية المستعملة في عدة مجالات كما هو شأن، أو يستعمل خاصة في جهاز التحكم عن بعد. سنقوم بإدراج التصميم الثنائي في الذرة الكهربائية. غادي نشوفوا تجربة واحد. إذا لدينا هذه الذرة الكهربائية البسيطة التي تتكون من مصباح ومولد أو عمود الذي يحمل القطب الموجب والقطب السالب. ندرج الصمام الثنائي في هذه الذرة، فنلاحظ من خلال هذا بأن المصباح لا يضيء، ولكن عندما نقوم بتغيير منحى أو تغيير موضع الثنائي الصمام فنلاحظ بذلك أن المصباح يضيء. نلاحظ هنا عند عكس ربط الصمام الثنائي فإن المصباح يضيء. إذن فالصمام الثنائي يؤثر في الذرة الكهربائية. وأيضا لدينا أمثلة لبعض الصمامات الثنائية التي لا تضيء كما هو الشأن هنا، ونرمز له بهذه العلامة سهم، والذي يحدد منحى مرور التيار الكهربائي. إذن هذا السهم الذي يحدد لنا منحى مرور، إذا كان التيار يمر في هذا المنحى فنقول بأن الصمام الثنائي يسمح بمرور التيار الكهربائي، ويسمى هذا بالمنحى المار. ثم أيضا هنا إذا كان التيار الكهربائي يمر في هذا المنحى ولدينا رابطة هنا فلا يسمح بمرور التيار الكهربائي، نسمي هذا المنحى المنحى المعاكس للصمام الثنائي. الآن سنتطرق إلى معرفة أو إعطاء مفهوم ما نسمي بالصمام الثنائي. من خلال هذا، الصمام الثنائي عبارة عن ثنائي القطب، له قطبين، القطب الأول والقطب الثاني، أو المربط الأول والمربط الثاني. عبارة عن ثنائي القطب وظيفته السماح بمرور التيار الكهربائي في الموافق لمنحى السهم، يعني ذلك أنه يمر في هذا المنحى ولا يمر في المنحى المعاكس الذي يحدده سهم المكتوب على أو المرسوم على الصمام الثنائي. الآن سنرى من خلال هاتين التجربتين، التجربة الأولى والتجربة الثانية، لنحدد، لأن الغاية من هذه التجربة هو تحديد منحى التيار الكهربائي. إذن نقوم بتركيب هذه الذرة الكهربائية التي تتكون أيضا من نفس المعدات التي قمنا بها سابقا. لدينا المولد ثم الصمام الثنائي والمصباح. من خلال هذا نلاحظ أن المصباح يضيء في هذه الحالة، وعندما نعكس الصمام الثنائي فإن المصباح لا يضيء. نتساءل لماذا يضيء في هذه الحالة ولا يضيء في الحالة الثانية؟ كما قلت سابقا بأنه الصمام الثنائي لا يسمح بمرور التيار الكهربائي إلا في منحى واحد، فنستنتج من خلال هذه التجربة أن للتيار الكهربائي منحى، وهو المنحى المار للصمام الثنائي. إذن التيار الكهربائي يمر خارج العمود من القطب الموجب إلى القطب السالب خارج العمود الذي يؤدي إلى إيداد المصباح. لهذا فإن المصباح يضيء في هذه الحالة ولا يضيء في الحالة
الثانية. إذن خلاصة، إذن الغاية من هذه من هاتين التجربتين هو أن نتعرف عن منحة التيار الكهربائي. إذن فنقول يمر التيار الكهربائي المستمر في الدارة الكهربائية البسيطة من القطب الموجب إلى القطب السالب خارج العمود، ونمثل منحة الاصطلاحي للتيار الكهربائي بسهم. كما نلاحظ هنا على هذا الشكل أو على هذه التبيانة، لدينا منحة التيار الكهربائي نمثله بسهم أحمر، حيث يخرج التيار الكهربائي من القطب الموجب ويمر عبر الأسلاك إلى أن يصل إلى القطب السالب خارج العمود. وهنا هذا الرسم الذي أمام أسفل هذا الخلاصة يحدد لنا منحة التيار الكهربائي في هذه الدارة. ننطلق إلى إلى الفقرة الموالية التي هي شدة التيار الكهربائي. شدة التيار الكهربائي سنتعرف عليها انطلاقا من هاتين التجربتين. إذن هنا في التجربة الأولى نوجد تركيب تجربة التبيان في التبيانة التالية أسفل. هنا لدينا ذرة كهربائية بحيث العمود والمصباح والأسلاك وقاطع التيار الكهربائي بطبيعة الحال، نسمي هذه بتجربة رقم واحد. نلاحظ هنا من خلال هذا بأن المصباح يضيء إضاءة جيدة، ولكن سنضيف مصباح آخر مركب على التوالي مع المصباح الأول فنحصل على التجربة الثانية، فيكون تكون الإضاءة لهذا المصباحين ضئيلة. نتساءل أو كيف سنفسر اختلاف الإضاءة بين المصباح الأول الذي ركب وحده في الذرة والتجربة الثانية التي ركب فيها المصباحين معا مركبين على التوالي. إذن سنحاول أن نفسر هذا التغيير في الإضاءة. إذن نلاحظ هنا من خلال هذه التجربة التيار الكهربائي في التجربة الثانية له شدة أصغر من التيار الكهربائي في التجربة الأولى، فنستنتج من خلال هذا أن مفعول التيار الكهربائي في التركيب الأول أهم من مفعول في التركيب الثاني. مع ذلك أن نقول أن شدة التيار الكهربائي في التركيب الأول أكبر من شدة التيار الكهربائي في التركيب الأول ما دام أن الإضاءة قد ضعفت في التركيب الثاني. خلاصة، إذن هنا شدة التيار الكهربائي مقدار فيزيائي نرمز له لشدة التيار الكهربائي بالحرف إي. إذن خلاصة، شدة التيار الكهربائي مقدار فيزيائي نرمز له لهذه الشدة الكهربائية بالحرف إي. والوحدة العالمية لشدة التيار الكهربائي هي الأمبير ونرمز لها بحرف أ. ثم هنا لدي تمرين تطبيقي للوحدات، فالوحدة الأمبير لها مضاعفات وأجزاء. إذن الأمبير من مضاعفتها الكيلو أمبير، ثم هناك أجزاء الميلي أمبير والميكرو أمبير، وهناك وحدات أخرى سترى فيما بعد. إذن يمكن أن نقوم بعملية تطبيق بحيث يجب تحويل واحد أمبير إلى ميلي أمبير، ثم واحد ميكرو أمبير إلى بونسي. المهم سنحاول. ثم أرى هنا أنطلق إلى الفقرة الثالثة التي تتعلق بقياس شدة التيار الكهربائي. إذن لقياس شدة التيار الكهربائي نستعمل جهاز الذي يسمى بجهاز الأمبيرمتر. سأحاول الآن أن أصف لكم في وجه الأمبيرمتر، بحيث لدينا هنا أمبيرمتر ذو إبرة، هناك أنواع مختلفة من الأمبيرمترات، هناك أمبيرمتر ذو إبرة وأمبيرمتر إلكتروني الذي يعطينا مباشرة شدة التيار الكهربائي عندما ندرجه في ذرة كهربائية لقياس شدة التيار الكهربائي. ولدينا الرمز الاصطلاحي للأمبيرمتر هو العلامة دائرة داخلها أ ويحمل القطب الموجب والقطب السالب. إذن سأحاول من خلال هذا أن أعطي وصفا مبسطا للأمبيرمتر. لدينا الأمبيرمتر يتكون من قطبين، القطب الموجب والقطب والقطب السالب. إذن هناك إبرة التي يمكن أن تتحرك أمام ميناء مدرج، ثم هنا ميناء مدرج، وهنا العيارات التي نستعملها عندما نريد قياس شدة التيار الكهربائي في ذرة كهربائية. الآن كيفية
استعمال جهاز الأمبيرمتر. لدينا جهاز الأمبيرمتر هنا الذي نستعمله في لقياس الشدة الكهربائي. إذا هنا لدينا درة كهربائية تتكون كما قلت سابقا من مولد، قاطعة الكهرباء ومصباح. الآن سأقوم بإدراج الأمبيرمتر في هذه الدرة الكهربائية الذي ركب على التوالي مع الأجهزة الموجودة في هذه الدرة الكهربائية، بحيث دائما يجب بخير أخذ بعين الاعتبار بأن الأمبيرمتر دائما القطب الموجب للأمبيرمتر مرتبط بالقطب الموجب للمولد، والقطب السالب مرتبط بالقطب السالب للأمبيرمتر، كم تعني القطب السالب. هنا نركب جهاز الأمبيرمتر على التوالي أيضا هنا، ولم تغلق الدرة الكهربائية بطبيعة الحال، لن يشير إلى أي تدريجة، ويجب أخذ بعين الاعتبار بأن الأمبيرمتر دائما يركب على التوالي في الدرة التي نريد أن نحدد شدتها الكهربائية. إذا ويجب أن نعلم أيضا أن الأمبيرمتر ذو إبرة لا يعطي مباشرة شدتها الكهربائية، لذا يجب أن نقوم بعملية حسابية باستعمال العلاقة الريالية التي تمكن من حساب هذه الشدة. إذا لحساب شدة الكهرباء الذي يشير إليه الأمبيرمتر نستعمل العلاقة التالية، وهي إي تساوي العيار الذي تم اختياره في عدد الدرجات التي تشير إليها الإبرة مقسومة على عدد الدرجات الموجودة في الميناء. إذا هنا سأعطي بعض الإيضاحات. إذا إي يمكن أن نستعمل هذه العلاقة، إي تساوي سي وهي العيار المستعمل في N عدد الدرجات التي تشير إلى الإبرة وN عدد الدرجات الموجودة في الميناء. إذا هنا أعطيت توضيحا لكل عبارة مستعملة في هذه العلاقة الرياضية. إذا شدة تيار E ثم قيمة العيار C وعدد الدرجات التي تشير إلى الإبرة هي N وعدد درجات الميناء هو N. إذا هنا فعندما قمنا بتركيب الدرة الكهربائية وأغلقنا درة كهربائية فالإبرة تحركت وتوقفت عند درجتين معينة، وباستعمال هذه العلاقة يمكن أن نحدد شدة التيار الكهربائي التي تمر عبر هذه الدرة. مثال لحساب شدة التيار الكهربائي الذي يقيسه الأمبيرمتر. لدينا هنا ميناء للأمبيرمتر، مثلا المدرج من 0 إلى 100، إذن تدريجات مثلا 25 50 و 75، والإبرة مثلا توقفت عند 75 تدريجة، وهنا العيار الذي تم اختياره، العيار الذي تم اختياره هو مثلا C تساوي 10 A. إذن لحساب شدة التيار انطلاقا من هذه من هذا المثال، إذن نستعمل العلاقة التالية E تساوي N فوا C على N كبيرة. إذن سأحاول أن أعوض كل رقم بكل عدد برقم. إذن هنا لدينا N هو عدد الدرجات التي تشير إلى الإبرة، إذن هي 75 في قيمة العيار هي 10 أمبير على عدد الدرجات الموجودة للميناء هي 100، وبالتالي تصبح هذه القيمة 75 700 على 100 لتصبح شدة التيار هي 7.5 أمبير. نلاحظ هنا بأنه العيار الذي تم اختياره يكون دائما
أكبر أو يساوي القيمة التي المراد حسابها. إذن هذه بعض أمثلة للتيار الكهربائي الذي تم قياسه انطلاقا من التجارب التي تم توضيحها. إذن بهذا تنتهي الحصة اليوم. أتمنى من التلاميذ المكوث في المنازل لئلا يصابكم كل شر، فلهذا أتمنى لكم التوفيق، وبهذا تنتهي حصتي، وأتمنى لكم التوفيق مرة أخرى، وشكرا لكم.